مشاهدينا خلونا نشوف شو حكى بسام كوسا بحكي ميديا 2. جديد مساء الخير. مساء الخير. شو أصلاً عم ينتفوا بريش نقابة الفنانين؟ رح نعرف القصة روان بلقاء بسام كوسا مع أحدى الإذاعات. وصف الفنان بسام كوسا نقابة الفنانين والمؤسسة العامة للسينما بالمزرعة، وكمان يعني سخرة من وزارة الثقافة، وأيضا وصف الأمن بداعش الوطن. رح نشوف فيديو من إعداد تلفزيون سوريا مختصرين اللقاء يعني قدر الإمكان وحاطين الزبدة مثل ما بيقولوا. اللقطات المهمة. خلونا نشوف. اسمها نقابة الفنانين، مؤسسة جباية صفي، إنه أنت بتدفع ولا ما بتدفع الرسم الشعري. اللي عم يشتغلوا بيحسوا حالهم هن أهل البلد وهن الوطن وهن الأشرف وهن الأنبا. وهذا يعني ونحن بنعرفهم، بنعرف تاريخهم بالتفاصيل المملة. نحن الفنانين في سوريا كنا وما زلنا وسنبقى الفصيل الطليعي. نحن أداة تغيير وتثوير وتفعيل لدورنا الثقافي والحضاري والإنساني والإبداعي. أنا ما عندي مشكلة معه. أنا لم أخذه بعين الاعتبار بأي مسألة هي نهائيا. هو مشكلته مع حاله أكثر، يعني أضعف من إنه أنجح بالنقابة من بهيك نوع من النقابة. هن أقوى بكثير. عم نشوفهم على الشاشات. زهير رمضان نقيب فنانين منتخب، على الإطلاق ما أنه معين تعيب ما عم يحكي ويضعي البعض الآخر. المؤسسة العامة للسينما تحولت إلى مزرعة شخصية لثلاث أربع أشخاص. هؤلاء اللي بتشم من تصريحاتهم ريحة البترودولار، بتشم في ريحة بترودولار بالنص. ما بلاقي حدا إلا عم بيحكي بالوطن. ما بلاقي حدا إلا بيقول لك العمى شو فاسد، شو فاسدين. دامك داعش الوطن بزت بوشك كلمة هالقد عن الوطن بسكتك. شو بدك تقول له؟ بيعرفوا بغبائهم إنه الأوطان لا يباع. الأوطان لا تباع بكل أحوال. قولا واحدا، الوطن ما بينباع، بس البني آدم هو اللي بينباع. شو هذا؟ شو هذا اللي عم بيصير؟ طيب هلا هاي مو مسألة خطيرة؟ ما بعرف إذا رح نرجع على البيت هلا والله. يعني الغريب هو تخوين. التخوين هو شو قديمة هي كلمة بترو دولار؟ كثير قديمة. بس الفكرة إنه ليش عم يخون الناس والفنانين؟ بس لأنه يمكن مخالفين بالآراء لإله ومتمسك. هلا بسام كوسا ما متمسك بكلمة الوطن يعني. هو دائما يعني دغري بزاوده بالوطنيه تماماً. لكن بدنا ننوه انه بسام كوسا موالي لنظام الاسد، هو اعتراضه على الفساد يعني وليس على وجود النظام، وبوجهه نظره انه زهير رمضان مدعوم ولهيك هو نقيب الفنانين ولهيك كمان عم ياخذ كثير ادوار. يعني كمان شفنا اكثر من حدا منهم، بشار اسماعيل من فتره كمان هاجموا. صحيح كمان هاجموا، عم يحكي كم مسلسل يعني صار اخذ زهير رمضان. هلا كل الخناقه بس لانه اخذ مسلسلات؟ لا لا، انه هو مقرب وايده واصله وقت هاجموا بشار اسماعيل. بس عم كوسا عم يحكي بمنحى اخر، يعني احنا اخذنا الحكي تبع زهير رمضان ولكن مثل ما قلت انا بالمقدمه انه هو انتقد مؤسسه السينما وانتقد وزاره الثقافه ونقابه الفنانين، ولكن زهير رمضان كونه هو يعني رئيس النقابه فلهيك يعني صارت القصه عليه. يعني حتى المذيع خلال اللقاء بيقول له انه مشكلتك مع زهير رمضان، شفناه عم يرد عم يقول له انه انا مو اخذه بعين الاعتبار، انا مشكلتي يعني بالفساد، فساد المؤسسه ككل. رح نقرا التعليقات يلي وصلت للفيديو. سعاد عم تقول شبيح تضررت مصالحه واضطر للحديث عن الفساد واخذ دور الشريف وهو ضد الثوره، ثوره الشعب السوري ومع القائد خالد، وقد صرح بهذا علانيه. موقف بسام كوسا واضح من بدايه الثوره انه هو مع النظام. كمان ناخذ التعليق الثاني وهو التعليق الاخير. كمان رح نشوف عماد عم يقول منيح وقوي هالكلام من شخص معروف، بس برايي عماد تاخر كثير يعني. ذكرني بوقت صارت يعني مطالب اسقاط محافظ حمص. نفس المبدا يعني. هلا بسام كوسا صارت مطالبه اسقاط النقيب. رح ننتقل لموضوع ثاني ورح نحكي عن المغني المغربي سعد المجرد يلي نقل محاميه انه سعد يعاني من اكتئاب حاد في سجنه في فرنسا وانه حاول الانتحار بعد توالي اتهامه بالاغتصاب، وطلب محاميه من المدعي العام الفرنسي نقل سعد الى مصحه نفسيه. نحن شفنا من بدايه القضيه الاخيره اللي ارتفعت على سعد
هو صحيح. والمحامي عم يحاول انه يحوله لمصحة نفسية بدلا من السجن، فمنعرف هلا هل فعلا سعد بده ينتحر ولا هي يعني، وهل فعلا بريء او لا، او هل كمان المحامي عم يدعي هذا الاكتئاب وعم يدعي قصة انه هو بده ينتحر كمان لحتى يتم نقله على مصحة نفسية. الحقيقة قصة سعد كتير تفاعلت على تويتر وفي كتير عالم غردت، وانا على هوا ما لاحظت قلت نسبة العالم يلي كانوا بالبداية يعني مثل عم يدعموا لسعد وموقفين معه، ولو انه لسه موجود لأنه يعني تكررت آلاء، لأنه الحادثة تكررت مرتين، فصار يعني حتى اللي كان دعمه صار بيحط إشارة استفهام حول الموضوع. صح. رح نقرأ التغريدات، رح نشوف الجديد الفلسطيني، صحيفة الجديد الفلسطيني عن ملحم زين: سعد المجرد بريء وهناك مؤامرة ضده، والاغتصاب في فرنسا غير عنا. هي يعني الاغتصاب في فرنسا غير عنا الجملة اغتصاب يعني جريمة وين ما كان. صحيح. البعض يعني بياخذوا المقاسات انه مثلا التحرش باوروبا ممكن يكون بالنظره بالكلام، بينما التحرش مع الاسف طبعا يعني بالمفهوم العربي التحرش مختلف، يمكن من هذا المبدا هو عم يحكي، ولكن هي جمله اثارت جدل كثير كبير، ومثل ما قلت ايهم التحرش تحرش والاغتصاب هو نفسه اغتصاب. وكمان نور جابر عم تقول: بعد طلبه نسخه من القران الكريم، هل حاول سعد المجرد انهاء حياته؟ كمان انتشر خبر انه هو طلب السلطات في الفرنسية بنسخة من القرآن الكريم، ولهيك العالم عم يتساءلوا كمان، يعني هذا شيء إشارة أخرى يعني. كمان منشوف شو معنى تغريدة ثالثة وأخيرة من سارة عم تقول: إذاعات المغرب وتونس تعلن وقف بث أغاني سعد المجرد. يعني هذا شيء ممكن يأكد يعني قضية أخذت تفاعل، صارت قضية رأي عام، ودائما الفنانين سواء كانوا ممثلين أو مغنيين بيكونوا من قادة الرأي، بيكون في يعني معجبينهم الشباب ومن الصبايا خاصة المراهقين بيقلدوهم بأفعالهم وبيتخذوهم وكأنه قدوة لإلهم. صحيح صحيح. وخاصة هو يعني أي غنية بيطلعها عم تعمل هيتس، عم تكون يعني كتير ضاربة وكتير إلى تفاعل على السوشيال ميديا، بنتمنى تنكشف الحقيقة لحتى يعني كل الناس إما توقف معه أو توقف وقفة حق. صح. موضوعنا الأخير عن متشرد عجوز تحول إلى كاتب، هيك غيرت السوشيال ميديا حياة شخص بالبرازيل. الزملاء بقسم نيو ميديا أعدوا مادة حول الموضوع، وما بعرف قد ايه ممكن تكون ملهمة لنا لحتى يعني حتى هدول الأشخاص اللي بنشوفهم مشردين يلي بنعتقده انه هن بلا موهبة وبلا عمل وما عندهم شيء يقدموه. رح نشوف هاي القصة، ممكن انه نستلهم منها كثير شغلات. يلا. يعني قصة فعلا كثير ملهمة، وأنا دائما بحكي بنفس الموضوع يعني بضل بعيد نفس الفكرة، ولكن هي فعلا فكرة مؤثرة إنه إذا فيك تغير حياة أو يوم كائن حي سواء كان إنسان أو حيوان. صحيح. أو حتى نبتة عطشانة سقيتها، فأنا بالنسبة لي يعني بحس بشعور كثير فظيع. إنجاز أكيد. يعني إذا شفت حيوان جوعان أو مريض وأخذته على دكتور أو قدمت له الطعام، هذا الشيء ما بكلفنا شيء، ولكن لهذا الكائن تغيرت له حياته. عزيز. فكيف هي قدرت تغير يعني حياة رجل عجوز يعني؟ صحيح. يعني بصدفة يمكن مرقت وشافت وتعامل بسيط، ما عملت أي شيء،
بالفعل مثل ما قلت بس هي المبادره والتفكير بهي الطريقه، يعني انه اذا الواحد فكر يعني فيها كانت مر يمكن في مئات او الاف مره أو من جنبه شافوا عم يكتب ما حدا اهتم، بس هي الوحيده اللي اهتمت، هي الوحيده اللي فكرت وبادرت بانه تغير. يعني القصه اللي حطيتيها بتحمل وجهين، الوجه الاول انه فعلا تغيير حياه انسان شيء كثير مهم، يعني حولته من انسان بائس الى انسان ناجح، والفكره الثانيه انه اي انسان يملك موهبه ولكن لازم يبحث عنها. صح صح ايهم ايهم وحدا يكتشفها على الضربه صاير عميق في شيء رومانسي حسيتي خلونا نقرا التعليقات اللي اجت للفيديو. خالد عم يقول بعرف شخص بدمشق يما خمس لغات، كان يعمل مترجم مع السياح واليوم مشرد بشوارع دمشق. يعني هذا الشخص قد ايه لازم نمد له يد المساعده. كمان نشوف تعليق اخر، مع الاسف يعني النظام هو اللي فعلا عم يدفن المواهب، دمر مواهب وما بيقدر حدا. ابو علي عدي علي عم يقول او ابو علاوي عفوا ابو علاوي قمه الانسانيه ان تنقذ هكذا شخص مهمش ومظلوم وتجعله بهذا المستوى من المعيشه والرفاهيه. صحيح يا ابو علاوي. ومنشوف التعليق الاخير، عامر عم يقول يقول علي بن ابي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته. مشهور هذا القول لانه يعني الفقر فعلا سبب كثير كبير حتى بعض العالم اللي عندهم مواهب بيضطروا انه يشتغلوا بمهن بتجيب لهم مصاري على السريع وبينسوا موهبتهم. صحيح صحيح. محمد وروان ايهم ايهم وروان كمان مشاهدينا بدي ودعكم واتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده. انا رح ارجع التقى فيكم بعد يومين، ضلوا بالف خير. الى اللقاء. بانتظارك. مكملين معكم مشاهدينا فقرات لمشان الفاصل ورجعين.